اهلا بكم مره تانية اعزائي الطلبه والطالبات الثانويه العامه ابنائي طبعا، وان شاء الله هنبتدي نكمل بقى، نبدا في هنركز على الالكينز او الساتوريتد الكينز، نتعرف عليهم نشوف بنسميهم ازاي وناخد منهم الميثين على اساس ان هو كومباوند منهم ابسط كومباوند، وناخد طريقه تحضيره والحاجات دي. هنبدا اولا واتس مينت باي الكينز. بارافينز ذا كومن نيم او كوميرشال نيم، ده الاسم التجاري او الاسم الشائع، ده الاسم العلمي زي ما قلنا اللي هو الكين. الكينز ار هيدروكربونز ان ويتش اول بوندز ان بتوين كربون اتومز ار سنجل. وقلنا السنجل من نوع سيجما، قلنا السنجل هو سيجما. والجنرال فورمولا سي ان اتش تو ان بلس 2، واخرها كلمه السافكس اللي هو الكين، واولها طبعا هيبقى الك يعني عدد الكربونات الكربون اتومز. مهم قوي البوينت دي، خلي بالك بقى من البوينت الاخيره دي، ان كل واحد بيزيد عن الثاني بسي اتش 2 جروب اللي هي الميثايلين جروب. عايزين نفهمها دي بقى زي ذا كومباوند بيفور. لا مش فاهمها، يعني ايه كل واحد بيزيد عن الثاني بسي اتش 2 جروب؟ تعال نبص كده على البورد ونشوف الحكايه دي. لو انت عندك مين ده بقى؟ كم كربون؟ 1 كربون، يبقى ايه؟ ميس. ميس ايه؟ كله سنجل يبقى ميسين، يبقى ده ميسين. طب عايز اجيب منه اخوك كبير الاكبر منه، قال لك زود ايه؟ اللي هو ايسين. ايسين اخوك كبير، ايسين ماشي؟ يبقى زود ايه؟ ازود سي اتش 2 اللي هي ميثايلين جروب. امال ايه الشرطه دي؟ دي البوند بتاعتها مش نيجاتيف ولا حاجه. انا بقول بلس سي اتش 2 بس ليها بوند، يبقى هشيل الاتش دي اهو، وهحط مكانها سي اتش 2 اهو، بعدين اروح مرجع الاتش تاني مكانها، طلع سي. عايز اكبر، اكبر ده كمان، اقول بلس سي اتش 2 اهي. طب اعمل ايه؟ شيل الاتش دي، حوش هنشيل الاتش شويه، هكتب المركب اهو اتش 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 اتش، حط سي اتش 2، رجع الاتش اهي. شفت بقى؟ طلعنا بالبروبين، ما هو ده 3 كربون، يبقى ايه؟ بروب. كله سنجل يبقى ايه؟ يبقى ميثين، ايثين، بروبين، اند سو اون. اوكي؟ نرجع تاني اهو، ميثين، ايثين، بروبين، اند سو اون. كل واحد يبقى كل مركب بيزيد على التاني بسي اتش 2، اسمها ايه سي اتش 2؟ اهو، وشوف الداش دي، الداش دي مش معناها نيجاتيف، لا ده البوند بتاعتها. اسمها ميثايلين جروب. Remember. Remember very well. شوف اللي بعدها. هنا بقى اهو. شوف. من CH4. زود CH2. سي و H2. H2 4 يبقى كام؟ 6. و C هنا يبقى 2. يطلع لبعض. حط ده على CH2 تاني. يبقى C3. والتو هنا بقيت اهو، وهكذا. يبقى each compound increase by CH2 than the compound before. لغايه اما اوصل للديكين. وايه اللي قلناه؟ قلنا 1 كربون يبقى ميث. كله سنجل يبقى ايه؟ ميثين، ايثين، بروبين، بيوتين، بنتين، هيكسين، هيبتين، اوكتين، نونين، ديكين. Now we must understand the very very important thing in organic chemistry, which is the nomenclature of alkenes or nomenclature of organic compounds. Nomenclature means تسمية. بنسميه ازاي؟ بنسميه في اتفاق دولي، في منظمة اسمها منظمة الايوباك، IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry.
المنظمة دي من 75 دولة اتفقوا زمان من سنة 1920 على طريقة معينة لتسمية المركبات. طبعا الطريقة دي بتتطور من سنة لسنة، احنا بناخد الايه الفكرة البسيطة بتاعتها. طيب الانشنت ساينتيست كانوا بيعتمدوا على الكومن نيم، وقلنا الكومن نيم حسب السورس او حسب الراديكال هندرسه بعدين، لكن انا يهمني الايوباك نيم. الايوباك نيم او الايوباك سيستم حط رولز معينه، الرولز دي 1 2 3 4 5 رولز. تعال نمسكهم واحده واحده ونمشي بيهم ونجرب على البورد واحده واحده لغايه ما نشوف انت هتفهم ازاي. قال لك اول يعني ايه، يعني احنا عندنا خطوات لتسميه المركب، ما بنسموهوش مره واحده كده نقول اسمك كذا. لا هتقول لا ما كنا بنعمل ايه، مش احنا قلنا ميثين وايثين ايوه دي المركبات البسيطه، لكن مركبات متفرعه زي دي هتسميها دي هتقول ميثين وايثين؟ لا طبعا، ده لازم تعرف قواعد التسميه. طيب عندنا كم قاعده او كم خطوه؟ 5 ستيبس. نقعد نسمي باول خطوه تاني لغايه اما نجيب اسم المركب في الاخر. طيب اول ستيب هتجيب اللونج ستشين، لونج كونستيتيو اهو نيم اوف هيدروكربون ديتيرميند اكوردنج تو اهو اول خطوه لونجست كونتينوس كاربون تشين، يعني اطول سلسله كربونيه مستمره. يعني مثلا في الشكل ده فين اطول سلسله؟ هتقولي سلسله يعني سلسله يعني طابور من الكربون اكنه قطر، ادي عربيه القطر، العربيه الثانيه، عربيه خليك ركز في الكربون مالكش دعوه بالاتش، انسى ان الاتش موجود، احنا بنركز في الكربون اتومز دلوقتي. سي انا ممكن اكتب لك المركب ده من غير الاتشات، الاتشات دي تخيلها اهو، كربون ماسكه في كربون ماسكه في كربون ماسكه في كربون، واخد بالك الطريقه دي. طيب السلسله دي لها كام طرف؟ ادي طرف وادي اند وادي اند، لها ثلاث نهايات. ممكن ابدا من هنا اقول 1 2 3 4 يبقى عندي كام؟ 4 كربون اتومز، يبقى المركب ده اقول بيوت. طب نشوف واحده ثانيه نشوف ايه؟ ما انا بجرب بجرب كل الطرق لغايه ما الاقي اطول واحده كده هيطلعوا اربعه. طب وكده 1 2 3 4 5 اه ده هنا طلعوا خمسه، ده طريق تاني، في طريق تالت اه ابدا من هنا 1 2 3 4 يبقى كده 1 2 3 4 كده 1 2 3 4 لكن كده 1 2 3 4 5 يبقى هي دي اللونجست تشين. اللونجست تشين ده بنسميها الروت نيم، الاسم الاساسي للمركب، السلسله الاساسيه للمركب. هو ده القطر بتاعي، خلاص حددت القطر. اطول قطر فين؟ 1 2 3 4 ولا 1 2 3 4 ولا 1 2 3 4 5 اهو هو ده اطول قطر. عشان كده خلاص قررت ان اطول قطر هيبقى اسمه 5 كربون، 5 كربون يعني ايه؟ تالت، وكله سنجل يبقى ايه؟ اهو يبقى ده الروت نيم بتاع المركب. كلمة بنتين، أنا مش هكتب كلمة روت نيم ده أنا بنقول لك بس. يبقى ده هيبقى اسمه بنتين. طيب تعال نشوف ده. ها نمشي ازاي؟ في كام طرف السلسلة؟ أدي واحد وأدي واحد وأدي واحد وأدي واحد. تعال نبدأ من هنا. هنقول 1 2 3 4 5 ها خلي بالك 5 ريمبر 5. طب نجرب طريق تاني 1 2 3 4 لا دي ما ينفعش ده قصير. طب خش كده 1 2 3 4 5 6 7 اهو اهو الطريق اهو. هتقول لي ده ملوي ده تعبان وماله، انا بمشي مع الايه؟ مع القطر مع الكربونات اهو السلسله الكربونيه شايف 1 2 3 4 5 6 7 7 يعني ايه؟ ها؟ قلنا ميس، ايس، بروب، بيوت، بنت، هيكس، هيبت، اه 7 يعني هيبت، يبقى نقول على ده ايه؟ هيبتين، ها؟ هيبتين، هي المركب اسمه هيبتين؟ لا مش المركب، السلسلة الكبيرة اللي فيه اسمها هيبتين، ده برضه هنا بنتين، يبقى ده أول خطوة في الاسم بحطها على اليمين. تعال نشوف على البورد كده تمرين سريع ونرجع عشان ايه؟ اهو انا عامل لك كده انا ما اشوف بقى الشاطرين ها شاطرين اهي يلا قول لي فين اللونجست تشين همشي ازاي في كام طرف ادي اند وعد ودي اند وعد ودي اند وعد ودي اند وعد
وادي اند وعد وادي اند ايه ده ده 100 طريق معاه صعب قوي. لا نقعد نجرب بس بالراحه، انت بالتدريب هتعرف اهو. بص 1 2 3 4 5 6 ها هنا 6 6 يعني هيكس. طب تعال نشوفها تاني 1 2 3 4 لا ما تنفعش دي، وهنا ما تنفعش برضه. طب امشي 1 2 3 4 5 6 7 اه دي اطول 6 7 وبرضه دي 1 2 3 4 5 6 7 برضه اطول، لكن في اطول منها. يلا حاول حاول تاني ها ها هتعمل ايه ها شوف هتعمل تليفون. بص اه امشي كده اه لف زي قرص التليفون 1 2 3 4 5 6 7 8 هي دي اللونج ستشين هم محددين عليها بقى على طول اهو. بعمل اللونج ستشين اهي شايف، هي دي الطريق الاساسي بتاعي. هو قايل عليه ايه بقى ها سبع يعني ايه هبت ودي لها ايه اه يبقى الروت نيم بتاع المركب ده هيبتدي مركنه على اليمين كده عشان لسه في بقيه الاسم، ما هو في خطوات تانية. اوكي طيب نرجع تاني دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه سوري الخطوه الثانيه بقى هيبقى عندنا حالتين احنا هنقراها وهجي لك على البورد افهمك عشان دي عايزه شرح شويه. بيقول لك في عندي حاله من اثنين، الحاله ايه والحاله دي. حاله ايه نو برانشنج اهو ذا لونجست هيدروكربون تشين فري فروم برانشنج. يبقى في الحاله دي هو الخطوه الثانيه ان احنا هنبدا نرقم الكربون اتومز. احنا مش حددنا عربيات القطر الاطول اطول قطر حددنا عربياته قلنا اكبر حاجه، عايزين نرقم بقى العربيات دي. نقول العربيه نمره 1 2 3 كربوناي نمره 1 2 3 كربون اتوم نعمل لها نمبرنج. طب نعمل لها نمبرنج من يمين ولا من الشمال ولا من فين؟ قال لك لو هي كربون اتوم كده كربون تشين كده ما فيهاش برانشنج نو برانشنج يبقى من اي ناحيه. طب لو في برانشنج بقى اهو، لو في برانشنج هناخد من ناحيه الاقرب للبرانش اهو. بيقول لك اف ذا لونجست هيدروكربون تشين اتاتشد تو الكايل جروب يعني برانش اللي هي سي اتش 3 ميثايل ايثايل اي حاجه طالعه كده يعني ايه زي ما يكون قطر واحد باصص من الشباك راس بره يبقى ده برانش كويس. Chain begins from the side which nearer to the branch. هنعمل النمبرنج يبدا من الناحيه الاقرب للبرانش. The nomenclature begins by the number of carbon atom. الاول نحط رقم الكربون اتوم اللي هي بتاعت التشين دي الكربون اتوم اللي فيها التشين وبعدين نقول اسم التشين اسم البرانش سواء كان ايه اللي هي الالكايل جروب. طبعا الكلام مش واضح عايز مثال. تعال نشوف الاكزامبل كده هنشوف الاكزامبل مع بعض. نرجع تاني نرجع تاني بص اهو مش احنا قلنا ان ده هبتين وحددنا كويس. مش احنا حددنا هنعمل بقى نمبرنج. طب نعمل نمبرنج من هنا ولا من هنا؟ لو بدات من هنا اقول 1 2 3 هيبقى البرانش في نمره 3. لو بدات من هنا 1 2 3 بقى زي بعض يبقى ابدا من اي ناحيه اهو 1 2 3 سوري 1 2 3 4 5 6 7 معناها لو في مشكله في اه 1 2 دي الكربون نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 5 6 7 8 يبقى دوت 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى اوكتين مش هبتين ديز اوكتين سوري لان ده 8 مش اوكتين ديز 8 كربون اتومز مينز اوكتين. ها عملنا نمبرنج لو عملت من الناحيه الثانيه هي هي لان هنا 1 2 3 برضو وهيطلع هنا. بعد كده ده النمبر اللي فيه الايه التشين نمبر كام 3 واللي تشين عباره عن كربون اتوم. هتقول لي فين الاتشات اهو اعمل لك اتشات عادي مش دي سي اتش 3 ودي كمان سي اتش 3 اهو. طب سي اتش 3 في نمره كام 6 ودي في نمره كام 3 اوكي لازم اقول ارقام.
طب ناخد مثال تاني ابسط عشان لسه المثال ده لما ناخد الخطوه الجايه. ناخد مثال تاني ابسط اهو. لما اقول لك اهو المركب اهو كويس اهو ماشي وعملت له تشين كده اهو كده واضحه شويه. هو ده مركب ده فين الاتشات؟ عادي ما انا هحط الاتشات بعد كده ما تقلقش. احنا بنكتبه من غير اتشات بس عشان ما تتلخبطش. لكن ممكن نحط الاتشات عادي. طيب اللونج تشين اسمها ايه؟ ها؟ عايز اسمع حد يقول لي اللونج تشين اسمها ايه؟ ها؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 خلاص كل حته 5 يبقى بنتين. 5 يعني بنت كله سنجل يبقى ايه؟ طيب البرانش في نمره كام؟ اهو غير اللون كده نشوف البرانش اهو. البرانش هنا لو جينا عملنا الرقم نعمل نمبرنج منين؟ من هنا ولا من هنا؟ لا من ناحيه البرانش نقول 1 2 3 4 يبقى البرانش في نمره كام؟ 2. طب البرانش ده اسمه ايه؟ مش البرانش ده سي اتش 3؟ مش مفيش حاجه اسمها سي، سي طبعا فيها اربعه بوند يبقى اتش. سي اتش 3 يعني ميثايل لانه جاي من ميثين، ما احنا قلنا الميثين سي اتش 4، شيل منه اتش يبقى الالكايد سي اتش 3 يبقى دي اسمها ميثايل. طب المثال دي في نمره كام؟ 2. اول حاجه قال لك اكتب رقمها يبقى 2 وبعدين اكتب كلمه ميثايل اهو. يبقى المركب ده اسمه 2 ميثايل بنتين. تاني انا عندي المركب بالمنظر ده الكومباوند ده في برانشنج ولا لا؟ في برانشنج بيبقى في كذا سكه، ادي سكه وادي سكه وادي سكه. دي ثلاثه ما تنفعش، دي خمسه ودي خمسه يبقى زي بعض. يبقى اللونجست كاربون تشين انا بطبق دلوقتي ستيب نمبر 1 اللي كانت قبل كده اهو هيبقى بنتين. طيب قال لك في الخطوة الثانية بقى اعمل ترقيم أو نمبرنج للكربون اتومز من أي ناحية؟ البرانش أهو أقرب للناحية دي ولا أقرب للناحية دي؟ لا أقرب لهنا، يبقى أبدأ النمبرنج هنا أقول 1 2 3 4 5. هيطلع البرانش ده في نمرة 2 أكتب رقم وأقول اسم البرانش، البرانش ده اسمه إيه؟ اسمه ميثايل عشان كربوناية واحد ما جاي من ميس ميثايل ها؟ يبقى 2 ميثايل بنتين. شوف أنذر 1 لغايه ما تفهم. ها غيرنا كده ايه الوضع. ها هنيجي اول ستيب. اول ستيب هنشوف اللونجست تشين. ها فين اللونجست كاربون تشين؟ احنا دايما كل ما نسمي نبدا من نمره واحد الخطوه الاولى بعدين الخطوه الثانيه زي ما ناخد دلوقتي الخمس خطوات. ها فيرست ستيب تبدا منين؟ نقول اللونجست تشين عندك ادي طرف وادي طرف ادي اند وادي اند وادي اند. لو بدانا من هنا هنقول 1 2 3 4 5 1 2 3 4 لا يبقى دي اطول. طب نجرب سكه ثانيه. ها 1 2 3 4 5 لا ما ينفعش 1 2 3 4 5 6 اي لقيت اطول سكه هي دي اللونج ستشين اللي كنا بنحددها. اللونج ستشين بقى هيبقى اسمها ايه؟ ها دول كام كربون اتوم؟ 6 6 يعني هيكس. يبقى هيكس ها كله سنجل يبقى اين. ما احنا شغلنا النهارده كله اين، مفيش اين ولا اي، يبقى هيكسين. طيب تاني خطوه نعمل ايه؟ سكند ستيب قال لك اعمل نمبرنج للكربون تشين. طب ارقمها من هنا ولا من هنا؟ قال لك the nearest to the branch. يعني يا ريتك بقى لما تعمل البوكس ده تعمل دايره على البرانش عشان تحدده. ده قطر وده واحد بيبص من الشباك، بيبص من العربيه نمره كام؟ قال لك رقم ايه؟ من الناحيه الاقرب للراجل ده مش الابعد. ما تجيبش من الاول القطر، جيب من الحته الاقرب. ها؟ يبقى ده نمبر 1 كربونايه نمبر 2 كربونايه نمبر 3 4 5 6. واحد يقول لي ما رقمتش دي، ده البرانش يا عم مش السلسله القطر اهو. ما انا مالي ومال دي؟ رقمها ده انا هقول في رقم كام؟ ها؟ البرانش ده موجود في رقم كام؟ قال لك اول حاجه اكتب الرقم بتاع البرانش، ذا نمبر اوف ذا برانش. ها؟ 1 2 3 بكتب ايه؟ 3. طيب والبرانش نفسه كام كربون؟ واحد، هيبقى ميثايل.
هتقول له في مركب كده؟ ما قلت لك في اتشات بس ما بنكتبهاش، لازم اكتب لك سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 2 معروفه اصلا. خلاص بس عشان نقعد نحدد ببساطه فبنكتب المركب سكيلتون، بنكتبه هيكل عظمي كده من غير الاتشات، لكن ما فيش مركب كده من غير اتشات. طيب يبقى 3 ها اسمها ايه بقى؟ ميسايل اكسي. اوكي طيب، ولو كان المركب بالمنظر ده اللي هي نمبر ايه بقى؟ قال لك نو برانشنج. نرقمه ازاي؟ ها عادي، عايز ترقم من هنا هتقول 1 2 3 4 5، عايز ترقم من هنا هتقول 1 2 3 4 5. ليه؟ بيكوز نو برانشنج، يبقى فروم اني سايد، يبقى دي نمبر A وB اللي احنا شفناها هناك. نمبر A if the longest hydrocarbon chain free from branches or side chains، يعني مفيش branches ولا مجموعات جانبيه، carbon atoms are given the number from any side left or right. But the second state if the longest chain attached to an alkyl group or any other atoms, the numbering of carbon atoms in the hydrocarbon chain begins from the side nearer to the branch. البرانش ده قلت لك الراجل اللي باصص بره من ايه؟ من القطر، راسه مطلع راسه بره. هو ده البرانش. The nomenclature begins، تبدا بقى الاسم ازاي؟ احط اسم البرانش؟ لا، احط رقمه الاول اهو. The number. احنا قلنا 3 ميثايل هيكسين. يبقى ده قلنا الرقم الاول. Then the carbon atom اهو. The number of the carbon atom from which the branch arises. حط رقم العربية بتاعت القطر الراجل مطلع راسه منها. Then the name of the branch، اسم بقى الايه؟ البرانش. And the ending with the name of alkene. وفي الآخر حط اسم بقى الايه؟ longest chain اللي احنا قلناها. أظن إن هي واضحة جدا. هناخد طبعا أمثلة كتير. نشوف بقى نمبر 3. طبعا ده التطبيق بتاع نمبر 1 أهو. قلنا 2 ميثايل بنتين. أهي longest chain أهي. 1 2 3 4 5. وحطينا هنا الميثايل. يبقى بنرقم من هنا ولا من هنا؟ لا من هنا، قول 1 2 3 اه هتطلع دي في نمبر 2، يبقى 2 واسمها ايه؟ ميثايل بنتين. ها هنا دي اللونجست تشين؟ لا طبعا لازم احاول اللونجست تشين الاول، لان لو عديت من هنا اقول 1 2 3 4 5 دول خمسه بس، لازم اقول 1 2 3 4 5 6 صح؟ يبقى هنا ايه؟ الكربون تشين عددهم 6 يبقى هيكسين. ها طيب ورقم منين؟ من هنا ولا من هنا؟ ها؟ لا من هنا. 1 2 3 4 نمبر 3 حط ميثايل، بس سي ميثايل اكسين. طيب هنشوف بقى القاعدة التالتة. القاعدة التالتة هنضيف معلومة تانية زيادة. ايه هي بقى؟ افرض ما عندكش برانش واحد، تو برانشز والاثنين من نفس النوع. ادي برانش وادي، حتى عملناها في الايزومريزم. عملنا المركب ده قلنا ممكن يعمل برانشين، كل برانش في كربونايل. بقى هو هنا بقى عامل لك بالسي اتش 3 والسي اتش، لكن ممكن احنا نعملها من غير ايه؟ نعملها كربون بس. طيب ادي برانش وادي برانش، الاول لونجست تشين فين؟ ها؟ نمشي كده 1 2 3 لا طبعا 1 2 3 4 لا 1 2 3 4 5 اه هي دي اكبر واحد، يبقى نقول بنتين. ما خمسه يعني بنت؟ ها؟ بنتين، يبقى بنتين. طيب هرقم من هنا ولا من هنا؟ اعمل نمبرنج من هنا؟ لا خد بقى من الاقرب اهو، يبقى اقول 1 2 3. يبقى في 2 و 3 الاثنين موجودين. هل يصح اقول 2 ميثايل 3 ميثايل واكرر الاسم؟ طب وكرره ليه؟ ما تقول داي ميثايل. طب ولو 3 تراي ميثايل، ولو 4 تترا ميثايل عادي. طب افرض ان هم موجودين في حته واحده، كرر الرقم مرتين لان حصل اتصال مرتين. اه بص 1 2 3 4 5 يبقى بنتين. بس في مثال هنا ومثال هنا، الكربونايه دي نمره كام؟ 3. اتصل بيها المثال دي من هنا مره ومن هنا مره، يبقى في شباكين للقطر، واحد بيطلع راسه هنا وراسه هنا. يبقى اقول 3 3 داي ميثايل، لان هما الاثنين شخص واحد. كربونايه واحده. معايا؟ من نوع واحد، ميثايل وميثايل. فقلت داي ميثايل. اوكي؟ يبقى 3 3 داي ميثايل. طيب نديك مثال على ده برضه على البورد. بسرعه كده عشان لازم الاكزامبلز دي مهمه جدا اهو. بص كده عندك المركب ده، كفايه
هنا كم كربون؟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. نخليهم واحدة كمان. هنعمل لك بقى برانشز. حط برانش هنا، برانش هنا، حط برانش هنا، حط برانش هنا. نعمل ايه بقى في البالوة اللي احنا فيها؟ ولا حاجة. اهو ادي اللونج ستشن اهي، ولا تو ولا اي حاجة. عامل لك مركب اخطبوط، مالكش دعوة بالاخطبوط، انت ماشي اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8. اهو اللون الازرق. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى ايه؟ 8 يعني ايه؟ اوكت، اوكتين. اوكي؟ طيب. طب والبرانشز دي هرقم منين؟ اهو واضح ان هو من ناحيتي. يبقى نقول 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب. دي ماسكه في نمره كام؟ 2. يبقى 2 معانا كوما. طب ودي ماسكه في نمره كام؟ 3 و3. يبقى 3 3. ودي 4. الله، هكتب كل الارقام على بعض. ايوه، ما هو كلهم ميسايل 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 كربون، يعني ميسايل معايا. طب عددهم بقى ايه؟ احنا قلنا 2 داي ميسايل و3 تراي و4 يبقى تترا. اهو شوف، هقول تترا، كلنا عارفين الارقام دي باللاتيني، يبقى مونو وداي وتراي وتترا. اهو تترا ميسايل. اوكتين. شفت بقى المركب؟ 2 3 3 4 تترا ميسايل اوكتين. جبت لك اصعب واحد في الايه؟ في المثال ده. نرجع بقى لموضوعنا. طيب نشوف القاعده اللي بعد كده. دلوقتي استوعبنا القاعده دي، نشوف القاعدة اللي بعد كده. بعد كده هندي مركبات نطبق الخمس خطوات، بس احنا دلوقتي في نمرة 3. خش في نمرة 4. نمرة 4 بقى هيحصل برانش بس مش مسايل، هيبقى مثلا بروم كلور. ننتقل بروم وكلور ازاي؟ زي ما بتقول عمه، يبقى برومو كلورو. مش هتقول برومو كلور بقى، هتقول ايودو. ما تقولش، هتقول ايودين، نايترو، برومو، كلورو. يبقى كل الجديد في الموضوع ان بدل ما بتقول 2 ميثايل بروبين، لا هتقول 2 برومو بروبين بس. بدل ما بتقول 2 داي ميثايل، لا هنا مش ميثايل، هنا كلورو، يبقى داي كلورو بيوتين. اظن دي سهله جدا وتطبيقها سهل. طيب نشوف نمره اللي بعدها 5. هي دي بقى اللي فيها الكلام. 5 بقى هيبقى عندك مشكل، عندك بقى ايه؟ ميثايل وبرومو، عندك كلورو ومسايل. انا هعمل اتصرف ازاي؟ ارقم من الناحيه دي ولا من الناحيه دي، ولا اروح منين؟ مش عارف اعمل ايه يعني. تعال نتفاهم بقى مع بعض. اولا القاعده نقراها سوا كويس بدقه، وناخد بالنا من حته بتلخبط فيها الناس دايما، بنلاحظها في التظلمات. تظلمات الطلبه وشكواهم دايما بنلاحظ ان هم بيشتكوا من الحاجات دي ما بيفهموهاش كويس. يقول لك ايه ذا سايد جروبس؟ سايد جروب يعني برانش. different اختلفوا، يعني في الكايل على هالوجين. ذا جروبس ار ارينجد. شوف شوف كلمه ارينجد دي، يعني في الاسم تكتبهم مرتبين، تنطق واحد قبل واحد. مين بقى اللي هنطقه الاول؟ according to their alphabetical latin name، حسب الترتيب الابجدي alphabetical latin name. بتاع مين؟ بتاع التشين، بتاع الجروب ده، الجروب اللي بره دي، اللي هي مش اللي تشين، البرانش، اسم البرانش. And the sum of the numbers must be lowest value. استنى بقى نقول لك بقى الحته دي. الاول هو قال لك في الاسم، سيبك بقى من الارقام دي دلوقتي، في الاسم تنطق مين الاول، البروم ولا المسايل؟ طبعا ده كده بيوتين، خلاص البروتين معروف، اللي هي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه في برانش، انطق ده ولا ده. كلمة مثال بتبدأ بإم، كلمة برومو بتبدأ ببي، يبقى أبدأ بالإيه؟ في الألفابيتيكال البي قبل الإم، يبقى أنطق برومو وبعدين أقول ميسايل. طب هنا في ميسايل وميسايل وكلورو، أقول إيه؟ هنا هقول داي ميسايل وهقول كلورو. مالكش دعوة بقى بالداي دي،
احنا بنتكلم برضو على اسم الايه البرانش الاصلي اللي هو اسمه ميثايل، ملناش دعوه بداي وتراي وتترا. ها احنا بنتكلم على الايه، على اسم برانش برضو. لازال هنا ده ام وده سي، يبقى السي بتتنطق كلورو اولها سي، يبقى تتنطق الاول، يبقى قلت كلورو وبعدين قلت ميثايل. طب تعالى بقى نشوف موضوع الارقام. يبقى فهمنا في النطق، نقول مين الاول، ننطق الالفابيتيكال اللي الاول في الحروف الابجديه اسمه، اول حاجه في اسمه في اول حروف الابجديه تتنطق الاول وبعدين اللي بعدين. طيب نيجي بقى للترقيم، في هنا حاجه وهنا حاجه، ولسه هديك مثالين تاني بيلخبطوا. انا جيت هنا ده نمره 2 وده نمره 2، طب اخد ده ولا اخد ده؟ واحد قال لك لا رقم الفابيتيك. لا يا سيدي مش الفابيتيكال ولا حاجه، احنا بنشوف الاول الارقام. لو انا قلت من هنا هقول على المثال النمره كام؟ 2، وهيبقى البلومه هيبقى نمره كام؟ 3. 2 و3 كام؟ 5. ايه ال 2 و3؟ ما هو ده رقم 2 وده رقم 3، ارقام البرانشز دي بجمعها على بعضها لقيتهم 5. طب لو رقمت من هنا هقول 2 و3 5، يبقى دام الترقيم من هنا زي من هنا تساوى الرقم المجموع واحد الصم واحد، يبقى في الحاله دي اشتغل الفابيتيك. يعني ادي الاثنين للبروم والثلاثه للميثايل، يبقى 2 بروم و3 ميثايل طالما المجموع واحد. طب تعال نشوف هنا هنعمل كده ولا لا؟ هل هنقوم من ناحيه الكلور وناحيه ما هو الكلور هو اللي اقرب للبرانش فما فيهاش منازعه، الكلور الناحيه دي طبيعي هرقم من ناحيته، ما هو ده الميرر، ده البرانش الميرر للاند، لانك لو رقمت من الناحيه الثانيه هيطلع ارقام اكبر. فهتقول 2 اهو 1 2 3 4 5 6 يبقى هيكسين، هيكسين. طيب ودي نمبر 2 ودي نمبر 4، بس 4 4 يبقى 2 4 4 2 4 4، هيطلع 10. لو رقمت من الناحيه الثانيه هيطلع رقم اكبر، يبقى باخد الايه؟ الاصغر. وعشان الكلور هو الاقرب فمفيش هنا نزاع. تعال نشوف بقى المثال اللي ايه اللخبط اللي جاي ده. تعال شوف المثال ده. بس كده لو انا جيت عملت لك كده تعال بقى نتفاهم في الموضوع. هنا كده وهنا سي ال، دي كلور سي ال، لو مش واضحه دي سي ال ودي سي وسي. طب مين بقى يقول لي الروت نيم الاول؟ التشين، هي التشين بتاعتي واضحه اهي، بيوت، يبقى بيوتين. طيب نيجي بقى للترقيم، تعالى بقى نشتغل بالالوان عشان نشوف حكايه الترقيم. لو هرقم طبعا من هنا نمره 2 الكلور ومن هنا نمره 2 المصاير، هنجرب بقى، هنجرب من هنا الاول، هنقول 1 2 3 4، هتقول لي ايه اللي بنعمله ده؟ بالرقم اللي تشين من ناحيه البرانش الاقرب، مش هو البرانش في نمره 2؟ طب واحد يقول لي لا انا عايز ارقم من هنا، تعالى الرقم من هنا، قول اصفر اهو، قول 1 اهو، واحد ها 2 3 4، يبقى مره رقمنا من هنا ومره رقمنا من هنا. طب هنمشي على اللي تحت، الكلور في نمره كام؟ 3. مين اللي بيتنطق الاول؟ اتفقنا ها الالفابيتيكال، الكلور اوله سي، ميثايل وميثايل او داي ميثايل اولها ام، يبقى ناخد الكلور الاول. يبقى الاول قبل الارقام اللي شغلانه دي ناخد الايه الاسم اهو، هنقول كلورو. طيب وبعدين هنقول داي ميثايل بعد شويه، داي ميثايل. طيب احنا فاضل بقى الارقام في اقتراحين هنعمل لك الوان كده عشان ايه الاقتراحات تبان. في اقتراحين، في اقتراح ان احنا نمشي من هنا. طيب هيبقى في الحاله دي هنقول ايه 2 2 3، انا همشي على اللي تحت ده، الجزء اللي تحت، على الاقتراح اللي تحت ها، يبقى هقول ايه 2 2 داي ميثايل، هنا هيبقى 2 2 2 نزعله، وهنا هيبقى 3 ها، يبقى 3 بلس 2 يطلع كام؟ يطلع 7. طيب ده اقتراح ان احنا نرقم من هنا، هيبقى ده 2 2 3.
طب لو رقمنا من هنا على فكرة دي مش ده طريقتين لسه هنختار واحدة منهم يا دي يا دي. طيب لو رقمنا حسب اللي فوق برضو هنقول اسم الكلور الأول، فالكلور هيبقى نمرة كام؟ هيبقى نمرة 2، والميثايل هيبقى نمرة كام؟ 3. يبقى هيبقى 2 كلورو 2 كلورو 3 3 أو 3 3 داي ميثايل بيوتين. طب في الحالة دي عدد الأرقام يبقى كام؟ يلا نعمله على جنب أهو، 2 بلس 3 بلس 3 يطلع 8. يبقى مين الأرقام الأقل؟ أهي. يبقى أنا همشي على الاقتراح اللي تحت مش اللي فوق. نقولها تاني، نقولها تاني بالراحة. دلوقتي أنا عندي المركب أهو 4 كربون أتوم، قلنا يعني بيوتين. طيب وبعدين في برانشات، طبيعي كده هنقول هننطق مين الأول؟ ألفابيتيكال، ده كلورو وده ميثايل وده ميثايل، يبقى نقول كلورو الأول، يبقى نقول كلورو ميثايل داي ميثايل بيوتين. لا دي ما فيهاش خلاف. تعال نشوف بقى حكايه الارقام دي. في واحد قال تعالى نرقم من الناحيه دي، اكمن الميثايل نمره 2. واحد تاني قال لا نرقم من الناحيه دي الكلور نمره 2، على اساس هو اللي اقرب للبرانش وده للاند وده اقرب للاند برضه، مش قلنا نير تو ذا اند في الحالتين نار. طب ايه اللي هيحكم اللي هيحصل؟ انا هشوف الاقتراح ده هقول 1 2 3 4، هيبقى هنا الكلور بنطقه الاول هيبقى نمره 3، وبعدين 2 2 داي ميثايل. هجمع بقى الارقام دي على بعضها 3 بلس 2 بلس 2 هيطلع 7. طيب هجرب المقترح الثاني اللي هو بيقول لي ابدا من هنا، هيبقى الكلور نمره 2 هقول 2 كلورو 3 3 داي ميثايل، هيبقى نمره 2 و3 3 3 3 داي ميثايل، يبقى 2 و3 و3 هيطلع 8. هاخد الرقم، القاعده بتقول لك خد الرقم الاصغر. يبقى هنمشي على من هنا ولا من هنا؟ ها؟ من هنا هيديك 8، من هنا هيديك 7، همشي من هنا. يعني هقول 3 كلورو 2 2 دايميثايل. الاكزامبل ده مهم جدا لان هو ده اللي بيحسب القضيه بتاعت الالفابيتيك. انا ما برقمش الفابيتيك، انا بجرب كل النواحي لغايه اما الاقي اقل رقم او اقل عدد ارقام. تعال نشوف مع بعض شويه تمارين. الحته دي في القاعدة نمرة 5 هنا، احنا جربنا دول وشفناهم، هنشوف بقى حاجات تانية. نشوفها على البورد، نعملها على البورد مع بعض. عندك شوية حاجات على البورد. سيب بقى المركب ده. هاجي لك هنا اعمل لك كده، وهاجي لك هنا اعمل لك كده، وهنا اعمل لك كده. قول لي المركب ده نسميه ازاي؟ ها اول حاجه هنشوف اللونجست تشين. اول حاجه هنعملها هنشوف اللونجست تشين. لو جربت من هنا هقول 1 2 3 4 5 6، لو جربت من هنا 1 2 3 4 5 6 7، لو جربت عدل 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى هي دي اللونجست تشين بتاعتي. على طول اعمل عليها بوكس في الامتحان عشان ايه؟ او ما يجي لك السؤال ده تعمل بوكس عشان تقدر تحدد. يبقى هكتب ايه؟ ها؟ 8 يعني ايه؟ اوكت. يبقى اوكتين. ادي اول ستيب. اول ستيب خدناها حددنا اللونجست تشين. وادي البرانشات، ادي برانش وادي برانش وادي برانش. استنى بقى واحد يقول لي لا ده داي ميثايل، لا يا عم مش داي ميثايل، ده عنقود حبتين، ما هو الاثنين دول ماسكين بايه؟ ببوند واحده هنا. داي ميثايل لما كل واحده ليها بوند نقول داي ميثايل. لا امال دي اسمها ايه؟ مش احنا قلنا دي الكايل اللي هي الار؟ قلنا الالكايل لو كربونايا ميثايل، لو كربونتين ايثايل، لو ثلاثه بروفايل. اه هنا كربونتين، ايه المشكله؟ يبقى دي اسمها ايه؟ ايثايل. ودول اسمهم ايه؟ ميثايل وميثايل. تاني انت حددت لونج ستشين لقيتها اوكتين، لقيت برانشات اعمل دايره. في بقى ناس تقوم عامله لي دايرتين يقول لي ده برانشين، لا ده مش برانشين، ده ماسك بايه؟ بعنقود واحد في التشين بتاعتي، يبقى الاثنين دول مع بعض واسمهم ايثايل ما اسمهمش داي ميثايل. الداي ميثايل لازم كل واحده تبقى عامله بوند مع الرينج.
زي ما بقول لك كده، ده عنقود حبتين وده عنقود حبايه وده عنقود حبايه. يبقى الحبايتين يبقى إيصال. إيصال اولها ايه؟ اولها اي، يبقى تتنطق الاول، يبقى لازم اكتب كلمه إيصال الاول. إيصال. طيب وبعدين في ميسايل وفي ميسايل، يبقى داي ميسايل. احنا قلنا الارقام في الاخر عشان ما تلخبطش نفسك، رتب الاسم الاول. يبقى إيصال وداي ميسايل. طب هرقم منين بقى؟ من هنا الميسايل نمره 2 والميسايل هنا برضو نمره 2، يبقى اللي هيحسم القضيه مين؟ هي الإيصال. اقرب لانهي طرف؟ الناحيه دي. يبقى نقول كده 1 2 3 4 5 6 7 8. تاني انا عندي البرانش ده قريب نمره 2 وده نمره 2، فانا محتار ارقم من هنا ولا من هنا؟ لا ده اللي حدد بقى، لان ده اقرب للناحيه دي يبقى هرقم من هنا. هيطلع بقى الايصال نمره كام؟ 4 اهو، ملهاش حل تاني. والمسايل 2 وكام؟ 2 و7 اهو. جه المثال ده قبل كده في امتحان 2007 وعدد كبير من الطلاب حاطين الايصال جوه والمثال بره والعمليه ملخبطه. لا رتب الفابيتيكال الاول وبعدين رقم. اوكي؟ نرجع بقى الدرس بتاعنا ونبدا في درس ابن سينا. النسين هناخده اكزامبل من الكينز. احنا خدنا النسين واسين وبروبين وغد كين. هناخد النسين كاكزامبل وندرس المسين. طب واشمعنى المسين بقى؟ لانه ابسط مركب ما فيهوش غير سي واتش 4. طب وانا بدرسه هو ما بدرسش الفاميلي كلها؟ ما هو الفاميلي سيم بروبرتيز. مش احنا قلنا ان هم سيم بروبرتيز؟ مش قلنا هومولوجس سيريز اللي فيها جروب اوف كومباوندز هاف ذا سيم جنرال فورمولا سيم كيميكال بروبرتيز اند جراديوتد ان فيزيكال بروبرتيز؟ خلاص فانا هدرس واحد منهم اللي هو ابسط واحد وما ينطبق عليه ينطبق على الكل. عرفنا ليه بندرس الميثين؟ طيب اول حاجه طبعا في الميثين هو اول ممبر، اول نفر في عيله الالكين. اخوه الكبير بعد كده حسين اللي هو ايثين، ماشي؟ طيب وبعدين بيعتبر ابسط مركب ما فيهوش غير كربونيه واحده. بيكون من الناتشورال جاز من الغاز الطبيعي 90%. بعض الاوقات لا يعني زمان سموه كانوا بيسموه جاز اوف سوامبس، يعني اعتبروا ده كومن نيم لي. يعني الميثين اتعرف على انه غاز المستنقعات. ايه بقى حكايه غاز المستنقعات؟ احنا عندنا مناطق من الكره الارضيه استوائيه في جنوب شرق اسيا. المناطق دي بيسموها المادوز او الستيبس، الاعشاب القصيره. زي الهند وباكستان والصين. هي دي كلها مناطق الاعشاب القصيره على الكره الارضيه. المناطق دي كلها جبال خضراء زي ما انتم بتشوفوا عارفين. اهل البلاد دي ايه؟ فلاحين، لان الاراضي الزراعيه جاهزه فبيزرعوا. درجه الحراره ما تنساش منطقه استوائيه درجه الحراره فوق خالص بتبقى ساعات 50 بالليل. فبيجوا بالليل يروا الزرع. فكانوا بيشوفوا حاجات غريبه جدا. الغيطان والمزارع فيها برك عشان يروا منها، ترع وبرك. فهم قاعدين يتسامروا عبال ما الزرع يتروي بقوا يشوفوا حاجات غريبه على وش البركة، يلاقي حلقات نور كده رينجز، يقول لك ده النداه المارد العفريت، ويطلعوا يجروا. القصص دي بقت تتوالى الاف السنين ورا بعضها لغايه ما العلماء جم بحثوا قالوا شوفوا العفريت ده فين. فلقوا في البرك دي بيبقى في قاعها في ويستس، اورجانيك ويستس ان ذا بوتوم اوف ذيس سوامبس. سوامبس اللي هي البرك دي في اورجانيك ويستس، في نوع من البكتيريا اسمها ميكروب المجاري اللي هي الانيروبيك بكتيريا. البكتيريا اللي هو ايه؟ اللي هي السيانوبكتيريا، اللي هي البكتيريا الحمراء والارجونيه، الريد والبربل بكتيريا اللي درستوها في المونيرا في سنه اولى في البيولوجي. البكتيريا دي بتشتغل على الويستس دي وتطلع منها غاز الميثين، فبيطلع فقاقيع الميثين على وش الميه درجه الحراره عاليه فبيولع بيعمل لك الرينجز دي. فساعتها من غير دلوقتي تعرف ان هو ايه؟ جازو في السوام، غاز المستنقعات من ساعه القصص دي. فيبقى ده الكومن نيم اهو. ليه بشرح الشرح ده كله؟ ان عليه جبريزون. ليه الميثين ساعات بنسميه غاز المستنقعات او كنا بنسميه قديما غاز المستنقعات؟ قلنا لانه بيتكون من او بيطلع منه بصوره بابلز او فقاعات من قاع البركه اللي هي بسبب تحلل المواد العضويه اللي فيها، الديكي اللي هو التحلل. بيكوز ات جوز
out as a bubbles from the bottom of swamps or from swamps bottom or lakes due to decaying organic substance. ده very important يفريزه. طيب ممكن نلاقيه كمان في الكول في الفحم الحجري. كول ماينز يعني في مناجم الفحم. وده اللي بيعمل الكوارث اللي بنسمع عليها. انا عايزك تستفيد من الدراسه اللي انت بتدرسها، معلومات عامه وانت اللي تبحث عنها مش انا اللي اقولها لك. انت تبحث كل ما تلاقي الميثين خش على النت وشوف ايه الميثين ده وكانوا بيسموه ايه وايه القصص اللي عليه، هتلاقي نفسك عايش الماده. لكن تقعد كلمتين تقعد تحفظهم كده بمرار وعذاب ما ينفعش، لازم ادهن ادرس وابحث. فالبحث بسيط قوي، ده الواحد على موبايله بيجيب كل حاجه. فاذا لو احنا بحثنا شفنا ايه سبب انفجار المناجم، بنسمع في الصين وفي روسيا يقول لك ده في منجم انفجر وناس ماتت وبتاع. ايه سبب الانفجار؟ المنجم عباره عن حفره في بطن الارض ونازلين لها كده بسرداب وعربيات زي اللي بتشوفوها عربيات المناجم اللي بتمشي على القضيب سكه حديد ده. الناس اللي قاعده جوه بتكسر في الفحم وتحطه في الايه؟ العربيات. وهو بيكسر ما بين الفحم وطبقات الفحم في بطن الارض في غاز الميثين. غاز الميثين ملهوش ريحه. فهم بيكسروا بيتسرب. دي حظه هو بيفتح كده فتح في خزان غاز جوه الفحم. فتسرب الفحم مع خبطه ثانيه او شراره او واحد مولع سيجاره يقوم الفحم كله ايه؟ يقوم المنجم كله منفجر. اهي كان بيسبب مآسي في المناجم. يبقى ممكن تلاقيه في الكول ماينز. هتلاقيه اصلا في طبقات الفحم جوه المنجم. طيب ممكن تلاقيه في الاتموسفيريك اير. فكان بيعتقد من ضمن النظريات بتاعت نشأة الارض، لان انا لو قريت الحته دي مش هتفهمها حته برضه عايز افهم شويه. الغلاف الجوي الاتموسفير ما لبس الارض، ده طلع من باطن الارض، ما جاش كده الجو الغلاف الجوي ده راح لابس الارض، لا ده هو الارض كانت كتله ملتهبه انفصلت من الشمس وبدات تبعد وتبرد فكونت طبقه يابسة من بره فضغطت على اللي جوه فالغازات قعدت تطلع، الغازات دي عملت الاتموسفير. تركيب الاتموسفير كان ايه؟ كان ريديوسنج جازز امونيا. الكلام ده امتى؟ قبل نشاه الخليقه. ده كله يعني من الحاجات الانسان بيشوفها في الفضاء بيقول ان الارض كان حصل لها كده. It is believed that principal components of the atmosphere was reducing gases اللي هي امونيا هيدروجين ووتر اند فيبر. هيدروجين ووتر فيبر والميثين، الميثين معاهم برضه. طيب نتيجه الاكسبوشر او الاكسبوزنج الى الالترا فايولت اشعه الشمس، الغلاف الجوي الغريب ده اللي متكون من الميثين وامونيا اللي احنا ما نعرفوش، متعرضه للالترا فايولت اوفر مليونز اوف ايرز اتحول لاكسيدايزنج جازز، بقى اكسجين ونيتروجين، بقى هو اللي احنا اللي موجود دلوقتي. هما بيعتقدوا كده ان الاكسجين والنيتروجين دول كانوا، امال ايه اللي جاب الميثين في الجو؟ اهو يقول لك الميثين موجود اهو بنسبه قليله، يبقى كان موجود زمان بنسبه كبيره واتحرق. طيب يبقى ممكن يقول لك سؤال على الحته دي، يقول لك ايرلي اتموسفير انفيرتد يعني اتقلب فروم ريديوسينج تو اوكسيدايزنج. ايرلي اتموسفير جيف ريزون، ايرلي اتموسفير انفيرتد فروم ريديوسينج تو اوكسيدايزنج. تحكي له بقى الحكايه دي، تقول له دول الريديوسنج جازز ومن ضمنهم الميثين وتحولوا الاكسيدايزنج بتعرض للالترا فايولت الى غازات مؤكسده اللي هي الاكسجين والنيتروجين. اوكي؟ اه وادي السؤال اهو. اتموسفيريك اير تشينجد فروم ريديوسنج تو اكسيدايزنج، ده الكويستشن. واي؟ جيف ريزون. دي الانسر. بعد كده هنشوف بقى ازاي نقدر نحضر الميثين في المعمل. بريباريشن اوف ميثين ان ذا لاب. طبعا ده سؤال مهم وجوهري في الامتحانات، لازم يجي لك تحضير غاز من الغازات. الماده اللي اولا اهم حاجه انك تعرف الطريقه، اسم التفاعل او ده اول اورجانيك رياكشن يقابلنا. كل اورجانيك رياكشن لازم تعرف فيه ست معلومات. ايه هما؟ اول حاجه الاستراكشرال ايكويشن، يعني الايكويشن دي بالاستراكشرال فورمولا، دي مش مولكيولر، دي استراكشر، لان عامل لك سي او او ما قلتلكش او 2. ها استراكشرال فورمولا، يعني اكتب استراكشر ايكويشن بعدين اعمل لها بالانس، معمول لها بالانس، وبعدين اكتب الكونديشن. الكونديشن الحاجات اللي على السهم دي اسمها كونديشن. يبقى قلنا استراكشرال ايكويشن بالانس كونديشن.
وبعدين النيم اوف كومباوندز لازم تعرفه، تعرف الماده دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. لازم كل ماده انت وانت بتذاكر لازم تكتب الحاجات دي، لو ما كتبتهاش تبقى تايه، هيبقى في دماغك الايكويشن في ناحيه واسامي مركبات في ناحيه. المهم اقول نيم نيم اوف كومباوندز، هنعرف دلوقتي اسامي كل حاجه موجوده في الايكويشن دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. يبقى قلنا الستراكشر ايكويشن، البالانس، الكونديشن، النيم اوف كومباوندز. المفروض كمان تعرف الايه الفيزيكال ستيت بتاعتهم، ده سوليد ولا ليكويد ولا جاز، وده سوليد ولا ليكويد ولا جاز، وده سوليد. لازم كل حاجه تعرفها والا كده مش ايه مش هينفع. يبقى نعرف الستراكشر ايكويشن ونعرف يبقى الستراكشر ايكويشن والبالانس والكونديشن والنيم اوف كومباوندز والفيزيكال ستيت والنيم اوف ذيس رياكشن. كل رياكشن في الاورجانيك بنعتبره بروسيس مش رياكشن، له اسم اهو. هشرح لك الرياكشن ده تاني عشان تفهمه كويس. اسمه ايه الرياكشن ده؟ اسمه دراي ديستليشن، التقطير الجاف، دراي ديستليشن. وادي الماده دي اسمها انهيدروس صوديوم اسيتيت، والماده دي اسمها كوستيك صودا او صوديوم هيدروكسيد سوليد، والمادة دي اسمها صودا الكويك لايم اللي هو الجير الحي، ودي اسمها ميثين، وبعدين هيطلع صوديوم كربونيت. اوكي؟ طيب نشوفها على البورد كده عشان نفهم بس الرياكشن ده اتعمل ازاي. اولا الرسمة سهلة، انت بتجيب تيست تيوب اهي زي اللي عملناها في الايه في التجربه بتاعت الديتكشن اوف كربون اند هيدروجين. وادي البنزين اهو ببساطه، بعلمك الرسم بس عشان ايه رسمه مهمه. وبعدين تعمل هنا ستوبر، تطلع منها تيوب ديليفري تيوب اهو، تظلل دي تظلل دي. وبعدين بص بقى العكاز ده بقى اهو، اولا لازم تعمل كده خط اللي هي الترابيزه اللي انا شغال عليه. العكاز اللي هنا ده معلش دقيقة واحدة نمسح الحتة دي، الحتة دي غلط هنشيلها اه، نرجع تاني اه. بص بتعمل عكاز كده عادي اه، تعمل عكاز عادي كده اهو اهو، شايف؟ خلاص. المشكلة بقى في الحتة دي، ها في حاجة عندنا في المعمل اسمها بيهايف شيلف أو قعب، في حاجة عندنا اسمها قعب أهي عاملة كده اهي. اللي عملتها أحمر دي، إيه دي بقى؟ أنت عارف الطاجن، طاجن البني ده الفخار ده، هو زيه بالظبط بس أنا قلبه، خرمه من هنا وخرمه من هنا. ليه؟ عشان الدليفري تيوب تعدي أهو، شايف؟ مش عامله بقى ايه زي برج القاهره كده، الناس بتعمل لي زي برج القاهره، لا. بعد كده بحط عليه، بحط عليه بقى الايه الجاز جار بتاعي عادي جدا اللي هو مخبار الجبل اللي انا هجمع عليه الغاز معايا، بس مخبار جبل. وخلي الحوض في الاخر بقى، لان انا لو رسمت دايما ترسموا الحوض في الاول وتعملوا دليفري تيوب قطع الحوض، والحوض ده ازاز خرمان. انا بوضح لك الاخطاء اللي بتحصل من زمايلك في الامتحانات قبل كده. يبقى عامل الحوض كده وعامل الدليفري تيوب كده، ينفع الدليفري تيوب تخرم الازاز؟ يبقى ده رسم غير منطقي. احنا مش عايزين الرسم يبقى حلو، مفيش، مش كل الناس رسامين، احنا مش عايزين جمال الرسم، عايزين منطقيه الرسم. فالرسم هيبقى عليه درجه كبيره السنه دي، عليه درجتين ولا حاجه، مش درجه زي كل سنه. فالاخطاء هتتعدى عليك، ما تعملش دليفري تيوب تخرم الازاز، لا اهو شايف تنزل كده اهو شوف. وبعدين ده الجاز جار اهو، هعمل الحوض في الاخر بقى اهو براحتي خالص اهو، شوف بعيد عن الازاز اهو، ما خرمتهاش بعيد. ومستوى الميه في الحوض لازم تغطي الوصله دي، لان انا جبت الجاز جار مليته ميه ورحت قلبه سبت ايدي تحت الميه عشان الميه دي ما تقعش، يبقى لازم مستوى الميه يبقى فوق الوصله دي اللي ما بين البيهايف شيلف اللي هو القعب ده وبين الجاز جار. وهنا الميثين عادي، او تشاور كل حاجه هنا ايه؟ ميثين جاز. هنا مين؟ الصوديوم اسيت والصودا لايم، كل حاجه تقول دي ايه؟ ما سيبش دي معلقه في الهواء كده، بص بقى اهي شايف؟ ها؟ هالك بلون برضه. دي مش معلقه في الهواء كده.
دي لازم اعمل لها ستاند، مفيش انبوبه معلقه اهو، دي الاخطاء اهي. شايف واحد يسيب لي انبوبه معلقه في الهواء يقول له يا اسمي صح، نقصتني ليه؟ ما هو مش حاجه فيها انبوبه معلقه في الهواء، في حاجه اسمها ازاز يخرم ازاز، ده اهو ماشي دليفري تيوب عادي ملهاش دعوه بالحوض. يبقى ترسم بالخطوات دي، ده بالنسبه للرسم. طيب بالنسبه بقى للايكويشن، احنا قلنا مين؟ ها قلنا صوديوم اسيتيت، احنا عندنا اسيد اسمه الاسيتيك اسيد. الاسيد في الاورجانيك بيتميز بمجموعه سي او او اتش. لما اجي اجيب الصورت بتاعه ببدل الاتش اللي هنا بميتال اهي ان اي، يبقى اسمه ايه؟ صوديوم ها اسيتيت اهي، سوري اسيتيت اهي، صوديوم اسيتيت او صوديوم ايثانويت. هنعرف الاسامي دي تاني بعد كده. صوديوم اسيتيت طيب، بيقولوا ان هي انهيدرس. اه ما احنا قلنا بقى دراي ديستيليشن يعني تقطير جاف، يبقى الحاجات اللي موجوده تكون لا مائيه، فدي انهيدرس يعني لا مائيه. يبقى ده مش اسم المركب، ده حالته، حالته لا مائي. يبقى سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ يبقى سوليد اهو، المركب ده سوليد، بنحط اس كده اهو، اس يعني سوليد، يبقى المركب ده سوليد، يبقى انهيدرس صوديوم اسيتيت. طب ومين معاها هيتفاعل معاها؟ هيتفاعل معاها الصودا لايم. كلمة صودا لايم يعني ميكشر من حاجتين اهو، صودا لايم عبارة عن ميكشر من حاجتين، ان اي او اتش، وان او اتش لما تبقى سوليد نقول عليها كوستيك صودا، يعني صودا كاوية، يعني لما تحطها في ايدك تحرق ايدك. والكالسيوم اوكسيد لما يبقى سوليد برضو نقول عليه كويك لايم، جير حي. كويك لايم يعني جير حي. فالخليط ده بنحطه على الصوديوم اسيتيت الملح ده. مين اللي بيتفاعل معاه؟ ال ان اي او اتش. وبعدين هيطلع ايه؟ هيبقى على السهم كالسيوم اوكسيد ويت. يبقى الجير الحي ده له شغلانه ثانيه غير الرياكشن، هنعرفها دلوقتي. طب ايه اللي بيحصل بقى في الرياكشن؟ بص يا سيدي، هنشغل الازرق. اللي بيحصل دي كاربوكسيليشن، يعني انت بتشيل كل حاجه من اول هنا اهو ويروحوا مع بعض. لما اشيل دول يعملوا لك ايه؟ ان اي، دي ان اي اهي، ان اي وان اي، يبقى ان اي 2 سي او 3، دي ان اي او اتش، يبقى في او هنا مع الاوين مع سي، يبقى سي او 3، يبقى هيطلع لك ان اي 2 سي او 3 صوديوم كربونات. طيب ويتبقى الاتش هترجع للسي اتش 3، يبقى مين؟ يبقى الميثين اهو، يبقى كده حضرنا الميثين. شفت بقى الفكره؟ بتاخد من عند الاتش لحد الاخر، دول كلهم بيطلعوا مع بعض، بيطلعوا ان اي 2 سي او او او، يبقى سي او 3 اهو، صوديوم كربونيت. والاتش ترجع للسي اتش 3 يبقى ميثين. العمليه دي اسمها تقطير جاف او دراي ديستيليشن. اوكي؟ نرجع للفلاشه بتاعتنا تاني. اهو. يبقى المفروض انه دول كلهم هياخدوا بعض اهو، من اول الاو والان اي والان اي واو واو سي، يطلعوا صوديوم كربونيت زائد ميثيل. اوكي؟ طب امال الصودا لايم فايدتها ايه؟ هي ميكشر من الاثنين، صوديوم هيدروكسيد وكالسيوم اوكسيد. الكالسيوم اوكسيد بقى هو اللي شغال، بيعمل ايه؟ ريديوس ذا ميلتنج بوينت اوف رياكشن ميكشر. كلمه ميلتنج بوينت معناها ان الاثنين دول سوليد. اصل لما تحط سوليد مع سوليد في الانبوبه ياخدوا وقت في الرياكشن، فالحل بحط ماده تشد منهم الرطوبه عشان يتفاعلوا بسرعه ويسيحوا على بعض بسرعه اهو، يحصل ميلتنج بسرعه اهو. يبقى ايه؟ reducing the melting point of the mixture and absorbing water. اوكي؟ ده البريبريشن اوف ميثين، تاخد بالك منه كويس جدا، very important.
طيب عايزين نشوف الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الالكينز. بيقول لك اول اربعه جازز. مين هم اول اربعه بقى؟ ها يلا، كربونيه يعني ايه؟ يبقى ميثين، ها، وايثين، وبروبين، وبيوتين. ادي اول اربعه. طب ومن خمسه لسبعه؟ لا، ليكويدز. خمسه ده انا مين؟ ها، ده البنتين والهكسين والهبتين لغايه الديكين ولغايه الهبتاديكين، دول كلهم ليكويد. اللي هما بنشوفهم بقى في صوره ايه؟ في صوره اورجانيك سولفنتس زي الجازولين وزي الكيروسين. طيب واللي اعلى من كده بقى؟ اللي اعلى من 17 دول كلهم سوليدز. زي مين؟ زي البارافين واكس، شمع البارافين. لما النور بيقطع بنولع، النور بيقطع كتير دلوقتي، بنولع شمع. هي الشمعه دي اسمها بارافين واكس، شمع البارافين. اوكي؟ طب ايه بقى الحاجه اللي هو عايز يوصلها لك من اي بي سي؟ بيقول لك اول اربعه غازات من 5 ل 17 مش عارف ايه، فوق ال 17 سوليد. عايز يقول ايه يعني؟ عايز يقول لك معنى اولا حكايه جاز وليكويد وسوليد. الستيت اوف ماتر، حاله الماده، تعتمد على البويلنج بوينت. لما يكون البويلنج بوينت درجه غليان الماده بالنيجاتيف يبقى غليت خلاص، تبقى جاز. يبقى اللي فوق ده لو بويلنج بوينت، واللي فوقه اللي بعديه هاير، وبعدين هاير. يبقى الرساله اللي عايز يوصلها ايه بقى؟ As number of carbon atoms increase boiling point increase. عايزك تدون دي بقى فوق دي. As number of carbon atoms increase، as number of carbon atoms increase boiling point increase. يبقى هو ده اللي احنا عايزينه. طب والسؤال يجي ازاي؟ يجيب لك ثلاث مركبات مختلفين في عدد 3 compounds differ in the number of carbon atoms. بيقول لك rearrange according to boiling point. فطبعا هترتبهم، عندك ميثين وهكسين وبروبين. تقول ايه بقى؟ ها؟ تقول الميثين وبعدين بروبين وبعدين هكسين. ما ميثين يعني كربونيه، بروبين ثلاثه وبعدين سته. ما احنا قلنا كل ما عدد ذرات الكربون تزيد البويلنج بوينت ايه؟ تزيد. هو انا جايبهم لك يقول لك رتبهم حسب البويلنج بوينت. او قال لك مين سوليد وليكويد وجاز، او مين جاز ومين ليكويد. فبرضه هتقول لغايه الاربعه الاولين جازات اللي هم ميثين، ها؟ ايثين، بروبين، بيوتين. يبقى الاربعه الاولين غازات اللي هم جازز. فوق البيوتين يبقى ليكويد. خلاص؟ فلو جاب لك مثلا هيكسين هتقول عليه ليكويد. لو جاب لك ميثين هتقول عليه جاز. فهمنا؟ يبقى ده حته دي عشان ما نقراش كده مجرد معلومه بنقراها وخلاص، لا نفهم السؤال يجي ازاي. طب هنا بيقول لك الاكينز نون بولر، مش الاكينز بس. ايه الاكينز والاكينز والاكينز؟ وما بيدوبوش في الميه. استفدنا بقى من الحكايه دي في ايه؟ في الشحوم الجريس. شفت الشحم اللي موجود في البنزينه؟ شحم العربيه. احنا بنشحم التروس بتاعت الموتور ليه؟ تروس الموتور بتحتك في بعضها وبعدين بتبرد وتسخن، فممكن يحصل لها تاكل وكروشن بسهوله تصدي. ما اقدرش ادهنها بويه، بتحتك البويه هتتشال. يبقى الحل نحطها في شحم. الشحم عازل. اه شفت بقى السؤال الجبريزم ده؟ يقول لك ان الهيفي الكينز يوز تو ليه بنستخدم الهيفي الكينز از جيس يعني شحن تو بروتكت ذا ايرون فروم راست، مش كده؟ اوكي، يبقى ده مهم قوي، بيحمي الميتالز كلها من الراست. يبقى اي حاجه فيها تروس وميتالز تلاقي مليانه شحن بسبب الحكايه دي. اوكي، طيب عايزين نشوف بقى بسرعه الميثين بيستخدم طبعا از افول. واي؟ لانه عنده لما بيتحرق بيدي هيت. اه طيب، وبعدين بنخلطه يا بالبروبين يا بالبيوتين. اه لا، تعالى شوف القصه دي بقى. احنا اتفقنا ان الناتشرال جاز، الغاز احنا دلوقتي عندنا في البيوت يا غاز طبيعي يا بوتاجاز، في مناطق لسه بالانبوبه، في مناطق بيجي لها الغاز. الغاز ده ميثين. الميثين كام نسبته في الناتشرال جاز؟ 90%. طب والباقي ايه ال 10% دي؟ ايثين على بروبين على بيوتين. طيب نيجي بقى البوتاجاز اللي في غاز البوتاجاز اللي في الانبوبه، هو ده ميثين برضو؟ لا مش ميثين، ده ميثين عليه بروبين او بيوتين. لا، ده بيتوقف على ايه بقى؟ توقف انت عايش فين. لو عايش في مناطق حاره في مصر زي مصر هتلاقي عليه بيوتين. لو انت عايش في اوروبا في حته البرده هتلاقي عليهم بروبين. لا مش فاهم، افهمك بقى بالراحه، استنى.
احنا عندنا البيوتين البويلنج بوينت بتاعته اعلى ولا البروبين؟ ها احنا قلنا as number of carbon atoms increase boiling point increase. ها يبقى البيوتين اعلى، مش 4 كربون لكن ده 3 كربون. يبقى ما يكون البيوتين درجه غليانه اعلى يبقى less volatile. less volatile يعني اقل تطيرا. اللي هستعمله في المناطق الحاره لازم يبقى less volatile جاز. هو مين ده؟ ما انا بسميه وقود في المنازل اللي بسميه بوتاجاز، عباره عن بيوتين جاز وعليه شويه ميثين على اسين على حاجه ثانيه. طيب ليه بستخدم البيوتين؟ عشان يتحمل الحراره. الانبوبه انبوبه البوتاجاز مين مسؤول عن ضغطها؟ الزبون اللي معاه الانبوب. لو رماها من تاني دور هتنفجر، لو حطها في الشمس هتنفجر. في الاستخدام العادي بتتعرض لحراره، فهم بايه؟ بيقولوا لك ايه؟ حاطين بيوتين عشان يتحمل. لان الغاز بيبقى مضغوط جوه الانبوبه زي الولاعه. مش الغاز بيبقى مضغوط جوه قاعد عامل زي السائل كده؟ وما بضغط بطلعه. فلازم اضغط غاز، لان لو حطيت غاز في الولاعه، غاز في صوره غاز، مره واحده ولع وهيخلص. لازم يبقى في سائل عشان ايه؟ يديك كميه كبيره. وبرده انبوبه البوتاجاز اللي انت مش شايف جواها ايه؟ بيبقى فيها ليكويفايد بيوتين، يعني بيوتين مسال بتحول لسائل. وبعدين بفتح بطلعه شويه بشويه. فلو اتعرض لحراره ممكن يحصل له ايفابوريشن جوه الانبوبه، يقوم الانبوبه تنفجر. فهو اقل تطيرا، يعني درجه غليانه عاليه شويه، يعني مش بيستاهل ان هو يتبخر. بس بيعمل لنا مشاكل في الشتاء بقى. لو واحد عنده انبوبه والدنيا برد قوي ولسه مالي الانبوبه، خش المطبخ يفتح يلاقي البوتاجاز مش طالع، الغاز مش طالع. يفتكر الراجل غام ولا اداله انبوبه فاضيه، ابدا ولا فاضيه ولا حاجه. ده الغاز منكمش جوه عشان درجه غليانه عاليه. هم عرفوا الحكايه دي بره، فما بيستعملوش البيوتين، بيستعملوا البروبين. لان البروبين number of carbon atoms اقل، يبقى less volatile more volatile يعني less boiling point. boiling point يعني متطير اكتر، يحضر معاك على طول. هناك عندهم مش خايفين من الحراره، هم عندهم تلج. هم عايزين الغاز يطلع. حتى عندنا راجل بتاع الطعميه بيعمل كده الصبح لما يكون في الشتاء، بيجيب انبوبه الغاز الكبيره دي وطشت وحط شويه ميه سخنه عشان الغاز يحضر معاه. لكن الغاز ده معمول للحر بس، احنا عندنا ايام البرد قليله وايام الحر كتير. هو معمول للحر. يبقى لازم ايه؟ يبقى ان وارم بليسز بستخدم الايه؟ البيوتين. اه بيوتين سلندر كونتين هاي ريشيو اوف بروبين ان كولد بليسز ان كولد كانتريز. بيكوز بروبين ها از لو بويلنج بوينت، يعني مور فولاتايل متطير اكتر، يحضر بسرعه. هم مش خايفين من الحر، ما عندهمش حر. هم عايزين غاز يطلع، فالبرد بيخليه منكمش، فبينقوا غاز خفيف عشان يطير بسرعه. اه مور فولاتايل لو بويلنج بوينت. لكن في المناطق البارده الحاره بقى ما ينفعش استخدم ده ينفجر على طول، لان بيت بتتهبد وبتتعرض للشمس. عايزه ايه؟ حاجه هيفي شويه. زي مين؟ زي البيوتين. البيوتين هاي بويلنج بوينت، يبقى ليس فولاتايل، يبقى يتحمل شويه. اوكي؟ يبقى اذا جيف ريزون بروبين يوزد از فيول ان كولد كانتريز بيكوز ات هاز لو بويلنج بوينت اند مور فولاتايل. بيوتين از يوزد ان وارم بليسز بيكوز ات از ليس فولاتايل اند هاي بويلنج بوينت. اوكي؟ ودي قلناها قبل كده، قلنا ان الهيفي الكينز اللي هم الجريس بيستخدموا لحفظ الايه؟ مع الاكتف ميتالز عشان لانها نون بولر وانسوليوم نوتر بروتكت ات فروم راست. فعايزين نشوف الكيميكال بروبرتيز بتاعت الالكينز. طبعا الالكينز تقريبا ما عندهاش كيميكال بروبرتيز. قال لك اهو ريلاتيفلي كيميكالي ان اكتف. ليه؟ عشان عندها سترونج سيجما بوند ديفيكالت تو بي بروكن. فيري امبورتنت. جيف ريزون واي جيف ريزونز ار ريلاتيفلي يعني نسبيا كيميكالي ان اكتف. ها بيكوز كربون اتوم كومباين توجذر باي ا سنجل بوند اللي هي سيجما بوند، يبقى تو سترونج اند ديفيكالت تو بروك. امال ايه بقى ال اهو كومباراتيفلي ان رياكتيف. طيب امال ايه بقى البرننج؟ يعني ما بتفعلش مع الاكسيدنج ايجنت والحاجات دي. البرننج ده بنولع فيه، ولعنا فيه طلع هيت، يبقى اشتغل عندنا ايه؟ فيول. يبقى اعتبره كوقود. يبقى مهم قوي. ممكن يقول لك الكينز يوز اس فيول And because they burn, give out heat. تدي كمية كبيرة large amount of heat.
اوكي. Halogenation is the second chemical property. What's meant by halogenation? It is the action with halogen. What are halogens? Group 7 in the table. كلورين برومين ايودين فلورين. كلنا عارفينهم الهالوجينز. الرياكشن مع الهالوجينز اسمها هالوجينيشن. طب عندنا بقى الرياكشن ده بيتم في اللايت في حاله الميثين، ودي حاجه متميزه مش شفناهاش قبل كده غير في الفوتوسينثس بس في النبات. لا، الميثين بيتفاعل مع الهالوجين في اللايت. طب ضوء الشمس نوعين، لو ضوء الشمس ضارب فيك كده على طول يبقى اسمه ايه؟ اسمه دايركت سان لايت. لو انا بتكلم معاك في ضوء الشمس والشمس مضايقاني اقول لك تعالى كده نقف في الظل، ها تحت شجره في الظل بقى، يبقى اسمه اندايركت سان لايت اهو. يبقى ده دايركت ولا اندايركت؟ اهو ان، شايف اي ان لازقه في الدي اهي، مش ان ان واحده ودايركت واحده، لا لازقين في بعض اهو، بنقول عليه اي اس ال اندايركت سان لايت. ايه اللي بيحصل للميثيل لما يتفاعل مع الاندايركت سان لايت؟ طبعا الاندايركت سان لايت ويك كونديشن، ما هياش قويه. الظل ده مش ضوء شمس مباشر، ده ناتج بالريفليكشن من انعكاس ضوء الشمس، فتاثيره ضعيف. فالميثين بيتفاعل بطريقه معينه اسمها سبستيتيوشن رياكشن. اتس فيري امبورتنت ذا نيم اوف رياكشن. احنا قلنا اي رياكشن يقابلنا، الرياكشن اللي خدناه في بريفيشن اوف ميثين قلنا دراي ديستليشن. الرياكشن هنا في الاندايركت سان لايت اسمه سبستيتيوشن، يعني بالاستبدال. هيبدل مين؟ الكربون حواليها كام اتش؟ 4 اتش، كويس؟ هتخش على السي ال والسي ال، سي ال هتاخد اتش وتطلع تبقى اتش سي ال، والسي ال الثانيه هتحل محلها اهو، بدل ما يبقى سي اتش 4 يبقى سي اتش 3 وسي ال. وبعدين تتكرر العمليه، كل مره تديك مركب شكل. المره دي بقى سي ال 2 والاتش، كل شويه الاتش بيقل والسي ال بيزيد، الاتش بيقل والسي ال بيزيد، غير ما بيبقاش في اتش خالص. كل مركب من دول له اسمين، كومن نيم وايو باك نيم، لازم نعرفه. المركب الاولاني ده اسمه ميثايل، هنكتب الاسماء دي على البورد دلوقتي. اوكي؟ يبقى ده الرياكشن بيديني مجموعه من المركبات. طيب ممكن نفسر عشان ممكن شكل الرياكشن مضغوط كده ما انتش شايفه، افسره لك. انا عندي هنا الميثين هشبهه بايه بقى؟ بأم معاها أربع بنات. أدي اتش، شوف أنا نشيل بس البتاع دي، هات واحدة جديدة. سي اتش 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 اتش، وده السي ال سي ال، نعمله بلون تاني. سي ال ماسكة في سي ال بلس. اعتبر ان دول اتنين بيتحايلوا الخطف بنت من البنات دي، ها فهيجي ده هيتفقوا مع بعض، واحد ياخد البنت ياخدها بعيد والتاني يقوم داخل مكانها. دول بنتين وحشين عايزين ياخدوا البنت دي، يبقى واحده هتقوم واخده دي اهو، ده عايزاكي في كلمه على الانفراد اهو، بقت اتش سي ال، والتانيه تقوم راشقه مكانها اهو. انا عندي الاتشات اهي، سي اتش اتش، ها خلاص دي بقت بدل اتش بقت ايه؟ بقت سي ال. شفت بقى؟ يبقى المركب الجديد ده مش 4 اتش، لا 3 اتش وواحده ايه؟ سي ال. طب والسي ال الثانيه خدت الاتش وطلعت اهي، يبقى هنا طلع لي حاجتين. طب المركب ده اسمه ايه؟ الكومن نيم بتاعه ميثايل كلورايد. طب والايو باك نيم؟ كلوروميثين. اهو مش الكربون تشين واحده بس، يبقى ميثين وده كلور، يبقى كلوروميثين اهو. ادي المركب الاولاني، يبقى ميثايل كلورايد. ايه ميثايل دي؟ خبي الكلور هتبقى دي ميثايل جروب، يبقى ميثايل كلورايد. طب والخطوه الثانيه؟ ممكن ده لسه اهو لسه عندها 3 اتش، ممكن يتخطف منهم ثاني. ها هات اهي، لسه عندها 3 اتش ثاني، يبقى هتيجي المحاولة تاني، هيجي 2 سي ال يعملوا المحاولة تاني. ها برضو كل ده في الاندايركت سان لايت، في الاندايركت سان لايت. ضوء الشمس
تيجي سي ال تانية هتاخد اتش تانية، عندك كلمة على انفراد اهو اتش سي ال، والتاني يقوم داخل مكانها. فهم كام سي ال دلوقتي؟ اتنين واتشين. المركب ده اسمه ايه؟ اسمه ميثايلين كلورايد. الاسم ده جاب منين ده؟ الاسم ده جاب منين؟ ما هو لو انا اخبي الاثنين كلور هبقى دي ميثايلين جروب اللي قلنا عليها سي اتش سي اتش 2 يبقى ميثايلين كلورايد، او داي كلوروميسين. داي كلوروميسين ده الايه؟ اليوباكنين. خلاص؟ طيب نكرر العملية، كل مرة هتتكرر يطلع لك مركب مختلف. طيب نشوف اللي بعدها كده. هنبدأ بقى من الايه؟ الدايكلوروميسين اللي هو عنده اتشين واتنين كلور. هنديله كلور تاني من دايركت سان لايت. ها؟ دي هتاخد واحدة تانية طلعها بره اتش سي ال، تقوم داخلة مكانها. هيبقى هنا عندي ايه؟ ها؟ هيبقى عندي سي معاها سي ال سي ال سي ال و اتش. ابو تلاتة سي ال و اتش ده اسمه ايه؟ اسمه كلوروفورم. ده ايه ده بقى؟ ده الكومن نيم اتعرف بكده، وده كان بيستخدم بينج زمان بس كان بيموت. ده يوزد از انسيف انستيتيك، يعني مخدر غير امن، ما بيقدروش يتحكموا في الدوز بتاعه. في ناس تاخده تموت وناس تاخده تعيش تاني بعد العمليه. انسيف انستيتيك ده مهم طبعا. ويبقى اسمه تراي كلورو ايه؟ تراي كلورو ميسين. شوف ده تراي كلورو ميسين. طيب ينفع تاني؟ اه ينفع. ادي 3 سي ال وادي اتش. هاي زائد سي ال سي ال، نفس القصه هتتكرر. واحده هتاخد ايه؟ اتش. ما هو ده السبستيوشن يا جماعه، ما هو ده الاستبدال. السي ال بيحل محل الاتشات. ثلاثه الام ما تبص ما تلاقيش اتشات، بقى تلاقي سي الات حواليه، اتغيروا كلهم. بقى كله ده بقى الكربون تترا كلورايد او تترا كلوروميسين. بيقول عليه كربون، كلنا عارفينه كويس، كربون تترا كلورايد او تترا كلوروميسين. تترا كلوروميسين. انا عايزك بقى تهتم قوي باسماء المركبات دي، لان هيقول لك حضر ده من ده، يقول لك اسم المركب. الكربون تترا كلورايد كلنا عارفينه، رابع كلوريد الكربون، ده بيبقى مكتوب على طفايه الحرير بتاعت العربيه، بودره مكتوب عليها اللي هي بافاريا دي، مكتوب عليها رابع كلوريد الكربون اللي هو ده. يبقى ده مركب سوليد بيستخدم في اطفاء الحرائق، وده بينج. يبقى دي حاجات مهمه، تفاعل مهم، لانه بينتج مركبات ليها اهميه اقتصاديه. اوكي؟ طيب فهمنا الرياكشن ده؟ نرجع تاني اهو نشوف. يبقى ده اسمه ايه؟ اهو شايف؟ السي ال خدت اتش اتش سي ال، واحده دخلت مكانها، بدل ما سي اتش 4 بقت سي اتش سي سي ال، سي اتش سي سي ال CH2CL2 وهكذا لغايه لما نوصل للكربون تترا كلورايد. كل مركب له اسمين عندك في الكتاب، كلوروميسين او ميثايل كلورايد، ميثايلين كلورايد او داي كلوروميسين، تراي كلوروميسين او كلوروفورم. كلوروفورم ده الكومن نيم، واللي ينتسب للميسين ده الايوباكنين. اللي ينتسب بقى اسم غريب كده، كربون تترا كلورايد يبقى ده الكومن نيم، لكن لما نقول تترا كلوروميسين يبقى ده الايوباكنين. الكينز دو نوت رياكت وذ ايودين. اه بقى الايودين بقى مستثنى من الهالوجينز عشان هو ليس رياكتف شويه. اوكي؟ هنشوف الهالوجينيشن بس بقى في ظروف ثانيه، ضوء الشمس مباشر، يبقى سترونج رياكشن. ايه اللي هيحصل؟ الكلور المره دي مفيش تفاهم، مش هيبدل، ده هيقلع الميثين الاربع اتش، هياخدهم كلهم الاربع اتشات هياخدهم اهو. عايز كام كلور بقى عشان كده؟ عايز اربع، عشان اخد كل واحده هتاخد اتش، يبقى ايه؟ اربع اتش سيل، والكربون يبقى الواحد.
لونه اسم. التفاعل ده سترونج شويه لانه بيحصل في الدايركت سان لايت، واسمه اليمينيشن. اهو له اسم، ريموفينج هيدروجين. اليمينيشن يعني انتزاع، انتزاع ايه؟ هيدروجين. يبقى تقول اليمينيشن يعني ريموف، يبقى الثاني سبستيتيوشن، لكن ده اسمه ايه؟ اليمينيشن. يبقى خدنا كام رياكشن دلوقتي؟ خدنا الدراي ديستيليشن في تحضير الميثين، وخدنا السبستيتيوشن رياكشن مع الهالوجين في الاندايركت سان لايت، وادي الاليمينيشن في الدايركت سان لايت. ثلاث تفاعلات. طيب اليوزز بقى بتاعت الديريفيتيفز هالوجينيتد. ايه بقى ديريفيتيف؟ يعني الكين مشتق من الالكين هالوجين، يعني زي ما احنا عملنا دلوقتي، مش احنا قلنا كلورو ميثين؟ طب ما هو ده مشتق من الميثين، يبقى يعتبر ديريفيتيف. اول استخدام از انستيتك. كلمه انستيتك يعني ايه؟ يعني بنج، مخدر يعني. انستيتك مخدر. كان بيستخدم زمان الكلوروفورم از انستيتك، بس بطلوه قلنا عشان ايه؟ الاكيوريت دوز او تقدير الدوز او الكميه بطريقه غير دقيقه كانت بتسبب الوفاه. يبقى جيفريزون الهالوفورم الكلوروفورم not used as anesthetic. why? because it caused this. عشان الاستيميشن او الاوفر دوز caused this. طب مين بقى اللي بدله دلوقتي؟ طبعا مش دلوقتي، حاجات قديمه. اللي بدلوا بقى على طول استعملوه المركب ده اللي هو CHBrCl CCl. ايه دي بقى؟ دول كربونتين اهم، واحده ماسكه في سي ال، واحده بي ار، واحده اف اف اف. طب ده بقى هنسميه ايه؟ هنرقم. ممكن اعمله لك على البورد ونسميه. احنا قلنا المركب ده عباره عن سي ماسكه في سي ماسكه في اف ماسكه في اف ماسكه في اف ماسكه في بي ار ماسكه في سي ال، هنا اتش. اسمه ايه؟ الكومن نيم هالوسان. هالوسان ده الاسم التجاري اللي معروف بيه. قلنا كل مركب له اسم، سجلوا الاسماء عندكم. طب هسميه ازاي بقى؟ هنطبق القواعد. يلا اشتغل بالازرق. هنرقم منين؟ من هنا ولا من هنا؟ الاول في الارنجمنت، في اف فلورين، في برومين، في كلورين. يبقى مين اللي ينتطق الاول؟ الاول اللونج ستيتشين فين؟ مفيش الا كربونتين. كربونتين يعني ايه؟ يعني ايس. يبقى ايسين. طيب ماشيين بالقواعد اهو بتاعت التسميه. مش قلنا اول حاجه اللونج ستيتشين؟ مفيش الا تو كربون، يبقى ايسين. يبقى دي اللونج ستيتشين، دي اللونج ستيتشين اللي عندي. طيب اول حاجه في الالفابيتيكال مين في دول؟ البرومين ولا الكلورين ولا الفلورين؟ طبعا البرومين عشان اوله بيه، يبقى هنطق البرومين الاول. هقول برومو عمو، وبعدين اقول كلورو. سيبك من الارقام دلوقتي، كلورو. وبعدين الفلور متكرر ثلاث مرات، يبقى لازم اقول ايه؟ تراي فلورو. يبقى اقول برومو وبعدين كلورو وبعدين تراي فلورو. طب تعال نشوف الارقام بقى، هنجرب. لو انا اعتبرت ده نمره واحد وده نمره اتنين، يبقى هقول 2 برومو 2 كلورو 1 1 1 تراي فلورو. ايه؟ نطلع بط. لا اقولها لك تاني. لو اعتبرت ده نمبر 1 وده نمبر 2، مش قلنا هناخد رايين؟ واحد قال دي نمره واحد دي نمره اتنين، يبقى انطق البرومو. يبقى اقول 2 برومو، والكلور هقول 2 كلور، وهاجي على الفلور هقول 1 1 1. ادي رأي. طب تعال نشوف رأي تاني بلحمة. لو قلنا ان دي 1 سوري دي 1 ودي 2 بقى، ده رأي تاني هنكتبه بلحمة. هنقول 1 برومو سوري 1 برومو 1 كلورو، وهيبقى فلورو كام؟ ها؟ 2 2 2. واحد يقول انا مش فاهم حاجه. يا عم احنا بنقول لك اهو، مش بنلقب لونج ستيتشين؟
الازرق قلنا دي نمره واحد دي نمره اتنين، واحد تاني رايه يبقى دي نمره واحد ودي نمره اتنين، هنمشي على الراي الازرق. على الراي الازرق هيبقى البروم نمره اتنين والكرور نمره اتنين، يبقى اتنين برومو اتنين كرورو، وده 1 1 1. الراي التاني اللي بالاحمر قال هنا دي نمره واحد ودي نمره اتنين، يبقى نقول 1 برومو 1 كلورو 2 2 2. طب مين اللي هيحسم القضيه؟ هنجمع بقى زي ما اتفقنا، هنجمع الارقام فوق وتحت. هنا يبقوا كام؟ 1 بلس 1 بلس 2 بلس 2 بلس 2، يطلعوا كام يا باشا؟ يطلعوا 8. طب نشوف الراي الازرق اهو، الراي بالازرق اهو، نجمع دول ها، يبقى 2 بلس 2 بلس 1 بلس 1 بلس 1 يطلعوا 7. ها ناخد انهي راي؟ مش قلنا الاقل؟ يبقى ناخد 7، يقول لي بالازرق صح واللي بالاحمر غلط. خلاص؟ فهمنا الطريقه دي؟ هو ده تطبيق الايوباك سيستم زي ما احنا اخدناه. فهمنا الهالوسين؟ طيب نرجع تاني. هيبقى عندنا الهالوسين اسمه الحقيقي كده بقى، اللي هو هيبقى 1 2 برومو 2 كلورو 1 1 1 تريفلورو. فهمنا؟ عشان يديني عدد الارقام الاقل. طيب في كومباوند تاني له اهميه بقى، بيستخدم ايه؟ سيفر سيف انستيتك، يعني مخدر امن، اسمه الهالوسين. الهالوسين اللي هو الاسم الايه؟ الكومن، وده الاسم الايوباك. طيب الكومباوند التاني ده بيستخدم في الدراي كلين اللي هو 1 1 1 تراي كلورو ايسين. طيب وايه كمان؟ في عندنا نمبر 3 الفيريونز، كلنا عارفين الفيريونز. الفيريونز بيستخدم في الثلاجه، في اهو اليوزز بتاعتها والبروبرتيز بتاعتها ايه. الفيريونز دي مجموعه من الغازات، في منهم واحد اسمه سي اف 4 يعني كربون تترا فلورايد او تترا فلوروميثين، وفي نوع تاني اسمه داي كلورو، منطق الكلور الاول داي فلورو ميثين. ده المور فيموس، سجل ان ده الاشهر من ده، حتى بيقول عليه سي اف سي عشان كان بيضر طبقه الاوزون. البروبرتيز ان هم تشيب ان برايس، يعني رخاص في الثمن، ملوش ريحه، نون بويزونس نون كوروسيف، ولا هسام ولا بيسبب تاكل، وايزلي ليكوفايد سهل الاساله، عشان كده يستخدم الفريون للخواص الكويسه اللي فيه دي، او استخدم في فتره من الفترات. طب بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه اصلا في الكولينج، كلنا عارفين في التكييف وفي في التكييف وفي الثلاجه. طيب وفي حاجه اسمها ما نعرفهاش بقى، في استخدامات احنا ما نعرفهاش، بوشنج سبستانس او راشنج سبستانس. انت زمان لما كنت ترش مبيد كانوا بيعملوا ايه في الافلام القديمه؟ بيدوسوا بخاخه كده بالايد، دلوقتي بتدوس على حاجه تطلع المبيد. ليه؟ لانك حاطط المبيد مع فريون، عامل لهم ليكويفيكيشن يعني يبقى ليكو، فلما اخف الضغط يطلع الفريون شايل المبيد معاه، والفريون ملوش ريحه ولا وسام ولا اي حاجه، يبقى له استخدام. فرفان عايزه سبراي، اي حاجه عايزها اريسول معطر للجو يبقى فريون. وهقول لك استخدام بسيط، لو التيشيرت بتاعك جه عليه شحم ولا حاجه بيروسول او معطر جو اي حاجه، واعمل كده هتلاقي الحاجه راحت على طول، لانه سولفنت كلينر وكمان بينظف كل الاجهزه. لو عندك مشاكل في المفاتيح بتاعت الكيبورد ولا في اي حاجه، نظفها بالبيروسول او بالايه الايروسولز ديت، كلها فريون وفريون كلينر. يبقى اهو كليننج الكتريك انسترومنتس. طيب دلوقتي هو محرم دوليا خلاص، لانه بيدور طبقة الأوزون وكده، وهيبطلوه سنة 2020. طيب بعد كده بقى في رياكشن أخير هناخده في الألكينز. الرياكشن ده له أهمية اقتصادية جدا، خدناه زمان في سنة أولى لما بنعمل بتروليوم ريفايننج، يعني تكرير زيت البترول. التكرير دي له خطوات كتيرة من ضمنها الكونفرجن. إيه الكونفرجن ده بقى؟ بين البترول برميل البترول مفيش الا 20% منه بس بنزين عربيات، وبقيته حاجات ملهاش لازمه، سولار على بلاك على كلام من صاحب البير عايز ياخد اكبر كميه من البرميل، ففكروا يعملوا له ايه؟ فكروا ما بين البنزين، بنزين العربيات اللي هو 20% من برميل البترول اللي بيتباع هوا ده، وال 80% اللي احنا ما لهمش لازمه،
لقوا ان الفرق بينهم ان دي لونج كاربون تشين وده شورت، يعني بنزين العربيات ده شورت كاربون تشين، من سي 5 لسي 10، من 5 ل 10 كربونات، من بنتين للديكين، ده بنزين العربيات. اما السولار والجاز والحاجات دي اعلى من كده. فقالوا طب ما نمسك اللونج تشين دي نكسرها، نعمل لها كراكنج، لما نكسرها تتحول لشورت تشين، فنحول البلاك البنزين ونحول السولار والجاز اللي مالهمش لازمه البنزين ونبيع، يبقى ايه فيها استفاده. هي ده بقى الكراكنج، التكسير. طب وانا همسك التشين واكسرها كده؟ لا، انا بعمل لها بريشر وهيت في مكبس، فبتتحصل لها عمليه كراكنج. بس اثناء الكراكنج بينتج من اللونج تشينز دي اللي هي الكينز، كل البترول الكينز على فكره، لما اعمله يعني كراكنج او اكسره عشان يبقى شورت بيطلع لي الكين والكين. الالكين القصير هو الجازولين اللي هو بنزين العربيات، على فكره بنزين العربيات ما اسموش بنزين، اسمه بنزين او جازولين. البنزين ده حاجه تانية اروماتيك. ف ده واحد، وبيطلع لي الكين معاه بقى. الالكين ده بيبقى ايه؟ بيبقى ايثين او بروبين، بنستخدمه في صناعه البلاستيك، يبقى كله فايده. يبقى لما اجيب السولار والبلاك دوت اعمل له كراكنج، هاخد بنزين عربيات هبيعه وهعمل بلاستيك. اوكي؟ هي دي البتروكيماويات بقى، صناعه البتروكيماويات. فانا عايزك تفهم الحته دي. At high pressure, this process takes usually place during refining of petroleum. ايه اللي بيحصل؟ ان الهيفي لارج تشين اللي هي اوف ليس يوز، مالهاش فايده كويسه، بتتباع رخيصه، بنحولها الى لايتر شورتر تشينز which is more economic use. زي ما قلنا بنحول الجاز والسولار الى بنزين، نحول البلاك لبنزين، يبقى بنستفيد. اثناء التحويل بيطلع الكين والكين. مين بقى الالكين؟ الالكين هو الجازولين. ومين الالكين؟ الالكين اللي هو بيبقى ايثين وبروبين، بنعمل بوليمرايزيشن ونطلع منه بايه؟ بوليمرايزيشن يعني بنحوله لبلاستيك. اوكي؟ هنا بقى في اكزامبل ملهوش دعوه بالريفايننج اوف بتروليوم، لان انا خدت لك حاجه بسيطه، خدت لك مين ده؟ ها؟ 8 كربون يعني ايه؟ نقول تاني ميز ايز، ها؟ هيطلع اوكتين، ابو اخطبوط، اوكتا، اوكتوبس، ها؟ يبقى ده 8 اهو. يبقى ده اسمه اوكتين. طب واوكتين ليه؟ عشان ضربت في 2 وزودت 2، 2 في 8 ب 16 و2 18، يبقى ده اكيد اسمه اوكتين. طب هيديني ايه؟ هيديني بيوت، ها؟ ها؟ ضربت في 2 وزودت 2 يبقى ايه؟ لكن ده بيوتين، ضربت في 2 بس، يبقى هيديني الكين والكين. يبقى هاي بريشر وتمبريتشر وكاتاليست تديك العملية. This process is used in the secondary processing of petroleum، يعني في الإعداد الثاني للبتروليوم، نحن بنحاول ناخد منه أعلى برودكتس وأغلى برودكتس. أوكي؟ آخر حاجة بقى هناخدها الإيكونوميك إمبورتانس أوف الكينز. طبعا بنعمل ده بقى مصانع الزباله، عشان برضو انت مش عارف الخلفيه اللي ورا الرياكشن ده. مصنع الزباله بتلاقيه في منطقه الدويقه، قبه كبيره كده تحتها زباله القاهره. القبه دي بيعمل ايه؟ بيخمروا الزباله، يطلع مين؟ يطلع الميثين. ياخدوا الميثين يعملوا له كراكنج اهو، يعملوا عند 1000 درجه، يبقى الكربون لوحده والهيدروجين لوحده. في كام هيدروجين هنا؟ 4، يبقى 2 H2 اهو زائد كربون. ال H2 ده يتخلط مع نيتروجين ويبقى امونيا ونعمل بيه اسمده، يبقى ده مصنع اسمده اهو. والكربون ده له استخدامات جامده جدا. شفت الحبر؟ لما تشوف تروح تصور حاجه تشوف الراجل بتاع مكنه التصوير بيغير الحبر، كيس كده فيه بودره سودا، هو ده معمول من الزباله اللي هو الكربون اهو، يبقى ده بلاك انك. شفت كاوتش العربيات ده كله لونه اسود ليه؟ عشان بيخلطوا الرابر بالكربون ده، البلاك كربون ده اهو، لان ده مصدره رخيص، فده بيخلي الرابر شديد قاسي جامد يتحمل يعني، وعشان كده لونه اسود. استخدم في الورنيش البولش، استخدم في البينتنج، كل الحاجات دي بويات وورنيش وكلام من في بقى رياكشن تاني اللي هو الووتر جاز. الغاز المائي ده مشهور في الصناعه، مش في حياتنا، لانه وسموه ووتر جاز ليه؟ عشان ناتج من تفاعل الووتر مع الميثين اهو، يبقى ووتر جاز. فين الجاز ده؟ الاثنين دول يا باشا، وبالنسبه دي 1:3، شايف؟ كربون مونوكسيد وهيدروجين بنسبه 1:3. بيستخدم ايه ده؟ ريديوسنج ايجنت. ف
في الصناعه مهم جدا، استخدم الديزنج ايجنت، يبقى دي حاجات صناعيه مهمه. مهم قوي 725 درجه وكاتاليست، 725 درجه وكاتاليست. وشكرا، معلش طولنا عليكم المره دي، المره الجايه ان شاء الله هناخد الالكين والالكاين باذن الله. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم.